خلونا نستهل جولتنا مع حضراتكم بخبر من رئاسة الوزراء، حيث عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا أمس لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. رئيس الوزراء استهل الاجتماع بالإشارة للزيارة الرسمية اللي قام بها الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكدا توافق الرؤى المصرية السعودية في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أن هناك توجيهات للحكومة بإعداد حزمة من الفرص الاستثمارية للتعاون مع المستثمرين السعوديين، وذلك في ظل الإعلام عن عزم المملكة العربية السعودية لاستثمارات في مصر بقيمة 30 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. أوضح رئيس الوزراء أن المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية بدأت تشهد تواجدا تدريجيا للعاملين بالجهاز الإداري بمختلف الوزارات تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن، مؤكدا استمرار المتابعة الدورية لمختلف المشروعات الضخمة الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشدد على ضرورة تكثيف العمل بالمواقع المختلفة مع الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة في تنفيذ هذه المشروعات. الحقيقة خلينا الأول نتكلم على يعني توابع الزيارة ولي عهد المملكة العربية السعودية لمصر، خلينا يعني نتكلم فيها عن ان احنا الحقيقه كانت الزياره فيها العديد من الاتفاقات، يعني احنا وصلنا 14 اتفاقيه تقريبا كانت كلها بخصوص استثمارات داخل مصر. شايف ان يعني النقلة اللي هتحصل في مستوى العلاقات، طبعا هي علاقات وثيقة على مدار التاريخ وعلاقات تاريخية، لكن هذه الزيارة تحديدا عملت نقلة شوية وخاصة في مجال الاقتصاد والاستثمار. بالتأكيد أتفق مع حضرتك تماما أن هذه الزيارة أحدثت نوع من أنواع الطفرة في العلاقات الاقتصادية ما بين مصر والمملكة العربية السعودية. بالتأكيد بشكل عام العلاقات المصرية السعودية علاقات متميزة وراسخة في التاريخ ولها يعني أبعاد تاريخية وأيضا واقعية الآن جيدة للغاية. بنتحدث عن علاقات استراتيجية في المقام الأول، قطبي العالم العربي مصر والمملكة العربية السعودية. صحيح. وفي الحقيقة أن توازن واستقرار وتنامي العلاقات المصرية السعودية مش بس بيخدم المصالح المصرية السعودية ولكن بيخدم المجتمع العربي بشكل عام، لأن عندما يكون هناك تعاون وتشاور وتباحث طوال الوقت ما بين القاهرة والرياض فده بيخدم القضايا العربية المختلفة. فيما يتعلق بقى بالتعاون الثنائي بنتكلم على طفرة جديدة، 14 اتفاق، بنتكلم على 7.7 مليار دولار، ولكن اللافت في هذه الطفرة في العلاقات الاقتصادية مش الكم ولكن الكيف. لو شفنا من الذين قاموا بتوقيع الاتفاقيات، شركات وقطاع خاص ورجال أعمال ورجال أعمال مصريين وسعوديين، إذن هناك دخول للقطاع الخاص على الخط في الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، وأنا أعتقد أن دي نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بتزيد من الزخم في العلاقات. نعم كان هناك استثمارات طبعا للقطاع الخاص كبيرة جدا في الداخل المصري، بنتكلم على عدد شركات كبير جدا موجود، ولكن أن يتم دعم هذا القطاع الخاص والشراكة في القطاع الخاص ما بين المملكة العربية السعودية والدولة المصرية فأنا أعتقد أن ده مهم. الـ 14 اتفاقية معظمهم اتفاقيات ما بين الشركات ورجال الأعمال، وده اللي بيخلينا بننتظر المزيد من فرص العمل، بننتظر المزيد من المشروعات بيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري. وبالتالي أنا أعتقد أن الكم أيضا أو الكيف أيضا بجانب الكم كان مهما جدا في هذه الاتفاقيات. أيضا عزم المملكة العربية السعودية على قيادة 30 مليار دولار استثمارات في المرحلة القادمة في الداخل المصري أيضا رقم مهم. الجيد هنا أن الشريك العربي بشكل عام أصبح ينظر للسوق المصري على أن السوق المصري لا ينتظر دعما فقط من خلال الودائع البنكية، ولكن الشريك المصري أصبح لديه القدرة على استغلال هذه الموارد في استثمارات، وهذه الاستثمارات مش بس لصالح السوق المصري ولكن أيضا لها عوائد إيجابية أيضا على الشريك العربي. زي ما بنقول دايما وين وين جيم، الجميع رابح في هذه الشراكات الاقتصادية. ده نتاج طبعا البنية التحتية التي أقامتها الدولة المصرية، نتاج أيضا المناخ الاستثماري الجيد الذي هيأته الحكومة والقيادة
السياسية المصرية. إذا هناك الآن أيضا عنصر جذب استثماري سواء للشريك السعودي أو لمختلف الشركاء العرب، وبالتالي أنا أعتقد أن المزيد من الزخم في العلاقات الاقتصادية بالتأكيد بيدعم العلاقات المصرية السعودية بشكل كبير، خصوصا أن كمان هذا التعاون الاقتصادي بيأتي في توقيت مهم، توقيت العالم كله بيشهد فيه متغيرات دولية وإقليمية، وربما هناك من يخرج من الأسواق، ولكن الحمد لله أن مصر عنصر جذب للمستثمرين سواء العرب أو الأجانب في ظل هذه المتغيرات الدولية والإقليمية. ده بيقول لنا احنا الحمد لله كنا ماشيين بشكل صحيح وما زلنا. طبعا أعتقد أيضا أن التكامل العربي بشكل عام مهم جدا، ده مهم أن يحدث الآن هذا النوع من أنواع التبادل في الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي، مش بس بين مصر والسعودية ولكن بين مصر ومختلف الدول والشركاء العرب وما بين الدول العربية نفسها وبعضها البعض، لأن المجتمع العربي عليه الآن أن يحدث نوع من أنواع التكامل الاقتصادي والتعاون الاقتصادي رفيع المستوى الذي يضمن له مواجهة تحديات التغيرات الإقليمية والدولية. بنتكلم على أمن الغذاء، بنتكلم على أمن الطاقة، بنتكلم على أمن الملاحة، بنتكلم على الكثير من المهددات التي تهدد الأمن القومي العربي، وبالتالي حتى نستطيع أن نحافظ على استقرار المنطقة العربية يجب أن يكون هناك مثل هذه الشركات الاقتصادية التي تحافظ على قوة الاقتصاديات العربية وتقلل من الاعتمادية على الآخر. صحيح. علينا الآن أن نعتمد على أنفسنا، نفتح الأسواق الداخلية في أو في الداخل العربي، عشان كده بنجد حتى القاهرة بها الكثير من الزخم في هذا الإطار، بنجد شراكة على مستوى ثلاثي مثلا مصر والأردن والعراق، بنجد شراكة أيضا رباعية أخرى نشأت حديثا مصر والأردن والعراق والإمارات، بنجد هناك طوال الوقت حتى مع الشريك الأوروبي إزاي مصر بتعزز على الضفة الأخرى مع البحر المتوسط كشريك عربي يستطيع أن يكون أيضا بوابة للمنطقة العربية للدخول للسوق الأوروبية. حتى الأشقاء في المملكة العربية السعودية تحدثوا عن هذه الشراكة السعودية أنها ليست فقط يعني للسوق المصري ولكنها هي بوابة للدخول لأفريقيا ولأوروبا، لأن موقع مصر الجيوسياسي البالغ الأهمية بيتيح أن تكون هذه الاستثمارات أيضا نافذة سعودية للأقاليم الأخرى. بالتالي أنا أعتقد أن هذه الزيارة في الحقيقة على المستوى الاقتصادي كانت بالغة الأهمية، على المستوى السياسي أيضا لأنها قبل انعقاد القمة التي سوف تحتضنها المملكة العربية السعودية والتي سوف يكون بها طبعا الطرف الأمريكي وأيضا مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، مهم جدا يكون هناك نوع من أنواع التشاور وبناء الرؤى وبناء ورقة عربية لها علاقة بمواجهة التحديات وبناء أيضا شراكات مع المجتمع الدولي بما يخدم الصالح العربي، خصوصا أن الحقيقة أن المجتمع العربي تصرفه منذ بداية الأزمة كان جيدا جدا، هناك ما يمكن أن نسميه حياد إيجابي. نعم نحن لا ننخرط في أي من الصراعات الدولية القائمة الآن، ولكن لدينا أيضا رؤية لوساطة ولإصلاح ولدعم المسارات السياسية، عشان كده لقينا لجنة من جامعة الدول العربية مثلا بتذهب إلى موسكو وبتذهب أيضا للحديث مع الجانب الأوكراني، وكان هناك نوع من أنواع محاولات الوساطة العربية، ده حتى وإن لم يكن له إنجاز واقعي الآن ولكنه أعلن بشكل واضح أن العرب لديهم حياد إيجابي، حياد لن ينخرط في أي من الصراعات ولكنه سوف يحاول المرور نحو دعم المسارات السياسية. وبالتالي أنا أعتقد أن التشاور السياسي الآن مهم، تعزيز العلاقات الاقتصادية ما بين المملكة العربية والسعودية أمر بالغ الأهمية، وأيضا شفنا حتى قبلها بأيام كان هناك علاقات أو هناك تدريبات عسكرية مشتركة. صحيح. لها علاقة بموج البحر، التدريبات البحرية وأيضا تدريبات فيصل 12 خاصة بالتدريبات الجوية. إذن هناك زخم كبير جدا على كافة الأصعدة، وزي ما كنا بنقول من شوية العلاقات المصرية السعودية وتناميها وازدهارها واستقرارها و طوال الوقت حدوث نوع من أنواع التعظيم فيها، ده أمر مش مهم بس للقاهرة والرياض، ده مهم للوطن العربي، عشان كده حتى هنلاقي أن البيان الختامي كان فيه اتفاق في الرؤى حيال كل القضايا العربية المهمة زي القضية الفلسطينية، القضية الليبية. صحيح. القضية اليمنية وغيرها من القضايا والمهددات. إذن أنا أعتقد أن ركائز الاستقرار الرئيسية في الوطن العربي سواء مصر، الإمارات، السعودية، الكويت، الدول التي استطاعت أن تستقر وتصمد أمام المتغيرات التي حلت بالمنطقة بعد عام 2011، هذه الدول الآن لديها مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة، وهي الحفاظ على المفهوم الأهم الذي ترسخ له الدولة المصرية الآن وهو الأمن القومي العربي. صحيح. الحقيقة